تصريحات واتهامات متبادلة لا تقل حدتها عن المعارك على الأرض، أطرافها روسيا والغرب وتميل حيث القطب الشمالي هذه المرة. منطقة اتهم الرئيس الروسي من خلالها دولا وصفها بغير الصديقة بالإضرار بسلاسل الإمداد والتوريد فيها، مما يخلق مشكلة لموسكو. منطقة دعت واشنطن إلى تجنب عسكرتها مرارا، فيما يقول الناتو إن الضرورة تحتم ملء الفراغ الأمني فيها. أهلا بكم إلى برنامج الرابط. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو حكومته إلى تعزيز طرق الإمداد والتوريد عبر القطب الشمالي، وهو ما نتساءل عنه في حلقة الليلة. هل تطلق أزمة أوكرانيا سباقا بين روسيا والغرب لعسكرة القطب الشمالي؟ وبخلاف ملف التنقيب عن النفط والغاز وأهمية منطقة القطب الشمالي فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والتوريد، هل تخلق الأزمة الأوكرانية تنافسا اقتصاديا جديدا في المنطقة بين روسيا والصين من جهة والغرب من جهة أخرى؟ انشغالات روسيا لا ترتبط بأوكرانيا فحسب، فبينما تحارب قواتها هناك يوجه قادة موسكو التركيز إلى مناطق المصالح الاقتصادية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفتح ملف الطاقة وسلاسل التوريد من بوابة منطقة القطب الشمالي، متهما الدول غير الصديقة بتدمير سلسلة الإمدادات فيها. هذا المسار الذي يشق إحدى مناطق القطب الشمالي قد لا يراه الساسة مشكلة مناخية بل فرصة استثمارية، فذوبان الجليد هنا سمح بخلق مسارات شحن جديدة، رافعاً بذلك حدة نزاع الدول المحيطة به على رأسها روسيا والولايات المتحدة. وفي تطور جديد يحول الكرملين الأنظار من أوكرانيا تجاه القطب. المدخل كان اقتصادياً لكنه يحمل في طياته ملفات عسكرية وسياسية. الدول غير الصديقة دمرت سلاسل التوريد بمناطق القطب الشمالي الروسية، ولم تفي بعض الشركات بالتزاماتها التعاقدية جزئياً أو كلياً، مما سبب لنا بعض المشاكل. حديث الروسي عن تطوير منطقة القطب الشمالي ليس وليد اليوم، فلسنوات أدركت موسكو الأهمية الاقتصادية القصوى للقطب، فوسعت النشاط عبر خطط إنشاء مطارات وموانئ دعمتها بقواعد عسكرية، وكانت سباقة لاستخراج النفط والغاز فيها. وهنا يبرز المحرك الأساسي لهذه الخطوة، فقد تم استكشاف حتى الآن نحو 62 تريليون متر مكعب من الغاز و9 تريليونات طن من النفط. لم تخلو المساعي الاقتصادية من خطط عسكرية، مناورات ضخمة تقودها دوريا القوات الروسية في المنطقة تجعل الغرب يحذر من عسكرتها، لكنه ممثلا في الولايات المتحدة والناتو لا يتردد في القيام بالخطوة ذاتها. الرد البارد عنوان مناورات ضخمة نظمها الناتو في القطب الشمالي. الرسالة التحذيرية لم تكن لموسكو فحسب، فبكين معنية بالأمر أيضا حسب الأمين العام للحلف. فالصين تصنف نفسها دولة قريبة من القطب الشمالي، ما قد يرفع سقف مطالب الحضور. إحدى المناطق الأكثر برودة في العالم قد تجعل نحو 5 دول تدخل صراعا حول أحقية الامتلاك واستغلال هذه المساحات الجليدية وما يوجد تحتها. قبل البدء في مناقشة موضوع الليلة للرابط، نذكر بسؤالي هذه الحلقة. هل تطلق الأزمة الأوكرانية سباقا استراتيجيا بين روسيا والغرب في منطقة القطب الشمالي، وبخلاف ملف التنقيب عن النفط والغاز وأهمية منطقة القطب الشمالي فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والتوريد، هل تخلق الأزمة الأوكرانية تنافسا اقتصاديا جديدا في المنطقة بين روسيا والصين من جهة والغرب من جهة أخرى؟
لابد قبل البدء في النقاش أن أرحب بضيوفنا في حلقة اليوم وكلهم جاهزون. ينضم أو قبل ذلك لابد أن أرحب من موسكو بالدكتور يوري موسيكين، عميد كلية الاقتصاد في جامعة الصداقة الروسية. أهلا وسهلا بك دكتور موسيكين. أيضا معنا من واشنطن الدكتور فيليب أورسوالد، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسون، وكذلك من مدينة أروس الدنماركية السيد سامر إلياس، الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بالجميع. أبدأ معك دكتور سامر إلياس، وأنت الأقرب لمنطقة النزاع، موضوع حديثنا اليوم، هل نحن أمام جليد جديد سميك ينضاف إلى خلافات الماضي القريب في منطقة القطب الشمالي في علاقة بالتنقيب عن النفط والغاز، الآن حديث عن سلاسل التوريد، والحديث عن مشاكل كثيرة ومنافسة حادة ما بين موسكو وحلفائها وواشنطن وحلفائها، وبوادر عسكرة قوية لهذه المنطقة تلوح في الأفق؟ طبعا مساء الخير لك وللزملاء الاعزاء المحاورين وايضا الجمهور الكريم. في البدايه، يعني موضوع القطب الشمالي هو موضوع صراع منذ فتره طويله انتبهت له روسيا، وربما تكون هناك اسباب متنوعه لهذا الموضوع، اسباب لها علاقه باوضاع اقتصاديه والثروات التي تضمها هذه المنطقه من كبيرة تقدر بنحو ثلث المخزون العالمي من النفط، ونحو ربما أقل من ذلك بقليل فيما يخص الغاز. هناك رواسب معدنية كبيرة في هذه المنطقة. هناك بعد آخر ربما هو بعد عسكري في هذه المنطقة مع ذوبان الجليد، وزادت إمكانية بناء قواعد عسكرية في هذا المكان، وازداد النشاط العسكري للأطراف المختلفة في منطقة القطب الشمالي. أخيرا انضمت إليها موضوع سلاسل الإمداد، خاصة وأن هناك عقوبات غربية مفروضة على روسيا حاليا على تقديم السفن الروسية. الجانب الروسي يرغب في أن يتحول الممر الشمالي ربما إلى ممر ملاحي مهم ومفتوح للجميع. نعم، ونقطة وصل بين جنوب شرق آسيا والصين والقارة وشمال القارة الأوروبية، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات إلى أن هذا الممر ربما يصبح منافسا أو تزداد الطلب عليه، نظرا لعوامل كثيرة موضوعية وربما أيضا لوجستية، نظرا لأن روسيا لم تخدم هذه المنطقة بشكل كبير كما يجب، كما هو الحال على سبيل المثال في قناة السويس. نعم. التي توجد فيها مراكز لوجستية كثيرة. هو مركز صراع بأبعاد مختلفة، اقتصادية سياسية وعسكرية، بين روسيا والغرب، ويمكن أن يتصاعد هذا الخلاف في المستقبل القريب. جيد، أذهب إلى موسكو لأسأل دكتور موسيكين من هناك عن مزيد تفكيك هذا الكلام الذي ذكره الرئيس بوتين، أن الدول غير الصديقة سببت لنا مشاكل كثيرة في منطقة القطب الشمالي. هل المقصود أمر الغاز والنفط، أم تعطيل سلاسل التوريد، أم عسكرة غير معلنة في ضوء المعطيات الأخيرة وعلاقة فنلندا ونرويج مثلا بحلف الناتو الجديدة؟ ما الذي يقصد بوتين بهذه المشاكل؟ كما تعلمون أن بلدان الغرب التي تسمي نفسها الغرب الموحد، والذي فرض 5 حزم من العقوبات الاقتصادية على روسيا، وبعدد العقوبات التي تم فرضها على روسيا هي عدد غير مسبوق في تاريخ العالم. ونظرا لذلك فإن القيادة الروسية تنظر إلى أن هذه العقوبات التي فرضت على روسيا غير قانونية، ولم يتم التفاهم أو التوافق معها عليها مع الأمم المتحدة،
ولم يتم التوافق على فرض تلك العقوبات مع المنظمات والاتحادات الاقتصادية، وإنما تم فرضها من طرف أحادي، ولذلك سمينا تلك الدول التي شاركت في فرض تلك العقوبات بالدول غير الصديقة. جيد، نذهب إلى واشنطن سيد أورسوالد. وددت أن أسأل أيضا عن موضوع العسكرة الذي تطرحه واشنطن، لكن الناتو يضم أعضاء جدد مثل فنلندا والنرويج مؤخرا، أليس في الأمر مفارقة بتقديرك؟ وكيف تفهم واشنطن هذه المشاكل الكثيرة التي تحدث بالنسبة لروسيا وقد ذكرها بوتين؟ شكرا على استضافتي ولا إعطاء هذه الفرصة للمشاركة مجددا معكم. الضيف الأول تحدث عن المسائل الأساسية والعوامل الأساسية بوضوح برأيي. على المستوى الاقتصادي فإن المسألة الأساسية ولفترة عقود من الزمن تتعلق بالموارد الطبيعية، خاصة النفط والغاز الطبيعي، وأي دول سوف يسمح لها بأن تستغل هذه الموارد لكي تستفيد منها. والمسألة الثانية هي حديثة العهد وتتعلق بقابلية استخدام هذه الطريقة التي من شأنها أن تربط الصين بأوروبا من خلال طريق بحري أقصر من الطريق المستخدم حاليا، وهذا ممكن نتيجة التغير المناخي وذوبان الجليد في المنطقة. وكما أشار ضيفكم أيضا فلا نزال بعيدين عن استخدام هذا الطريق البحري يوميا، ولكن هناك إمكانية لتحويل هذه الطريق لتكون طريقا أساسية في التجارة. إذن عندما نتحدث عن سلاسل الإمداد لا نتحدث عنها في المدى المنظور، ولكن هناك الكثير من الحديث عن الاضطرابات في سلاسل التوريد، والجميع يجب أن يعرف أن منطقة القطب الشمالي لا علاقة لها بذلك، فهذا يتعلق بالقوى المستقبلية والقدرات المستقبلية في مجال التجارة، وأيضا إلى درجة ما فيما يتعلق بتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة، وهذا لا يزال في بداياته. وللإجابة مباشرة عن السؤال بالنسبة إلى روسيا، طبعا روسيا لديها حدود هامة وتواجد كبير بسبب موقعها الجغرافي، إذن لديها تواجد هام في القطب الشمالي، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون لديها تواجد عسكري في هذه المنطقة يتناسب مع حجم حدودها المطلة على القطب الشمالي. وأعتقد رغم ذلك أن القطب الشمالي مثل مساحات عالمية أخرى هي مشتركة بين الدول، وأعتقد أن الولايات المتحدة ترد على مجموعة من السياسات التي تبدو لها عدائية اعتمدتها روسيا فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، وبالتالي الولايات المتحدة تقول إن المبادرة العسكرية في القطب الشمالي هي بمسمى استعادة السيطرة على القطب الشمالي، وهي تقر بأنها لا تسيطر على المنطقة، وذلك يشكل قلقا بالنسبة للولايات المتحدة والدنمارك والنرويج وكل الدول والسويد أيضا وكل الدول المطلة على هذه المنطقة وكندا أيضا طبعا. وبالتالي فأعتقد أن الرد هو طبيعي للحفاظ على توفر الموارد الطبيعية العالمية، ويكون من المؤسف إذا اعتبرت روسيا أن هذا أكثر من مجرد الحفاظ على هذه المساحة بالموارد الطبيعية التي يجب أن تكون متاحة للجميع. جيد، على كل بد أن نعود ونقلب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال خلال لقاء مع مسؤولين من حكومته لمناقشة التطورات في القطب الشمالي، قال إن روسيا لا تنظر إلى القطب الشمالي على أنه مجال للمؤامرات الجيوسياسية،
ولكن كأرض للحوار والاستقرار والتعاون بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية. بوتين أضاف أن روسيا منفتحة على التعاون مع جميع الشركاء المهتمين بالمشاريع في القطب الشمالي. بوتين طالب المسؤولين الروس بعدم تأجيل تنفيذ المشاريع في القطب الشمالي رغم العقوبات، وشدد على ضرورة تزويد القطب الشمالي بالسلع، واقترح تحديد مشغل واحد يهتم بعمليات النقل إلى القطب الشمالي عن طريق البحر وإنشاء وكالة تنسيق لهذا العمل ككل. واضح الاهتمام الروسي الكبير بهذه المنطقة. أيضا لابد أن أعود إلى الدنمارك لأسأل من هناك سيد سامر إلياس مرة أخرى، ماذا أضافت الأزمة في أوكرانيا والحرب هناك لهذه الإشكالية أو لهذا الموضوع الساخن أصلا في منطقة باردة واستراتيجية كالقطب الشمالي؟ الوجود العسكري الروسي تكثف ربما بعد أزمة القرم وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. روسيا بدأت بتكثيف وجودها العسكري في هذه المنطقة. أيضا هناك إضافة لحلف شمال الأطلسي ومناورات له في هذه المنطقة، وربما هناك انتشار أوسع عسكري للطرفين في هذه المنطقة المهمة. في السابق ربما كانت الأمور أخف تنافسية بين الأطراف وتنحصر في موضوع اقتصادي غير مثبتة جدواه حتى الآن، نظرا للعوامل التي قلتها بأنه هذا الممر فقط ينحصر بأربعة أشهر، يمكن أن يكون هناك في الملاحة منفتحة وسهلة وتختصر المسافة، ولكن في أشهر الشتاء ربما يضطر الملاحون والسفن إلى قطع مسافة أكبر بكثير من المسافة المقررة نظرا للتجمد. العامل الآخر أن استغلال ثروات هذه المنطقة بحاجة إلى تقنيات حديثة ربما لا تملكها روسيا، هي تشاركت مع أكثر من طرف أجنبي وشركات أجنبية من أجل استغلال حقول شتوكمان على سبيل المثال والحقول في بحر بارنس ويامال، ودخلت بشراكات مع الأطراف الغربية إني، ولكن الآن في ظل العقوبات وانسحاب الشركات الغربية منها أعتقد بأن روسيا لن تستطيع استثمار حتى المناطق الجنوبية من القطب الشمالي. وإذا تحدثنا عن استغلال ثروات القطب الشمالي في العمق القطب الشمالي فإن هذا لن يكون مجديا اقتصاديا في ظل أسعار النفط الحالية، وسيكون مجديا فقط في أسعار نفط تتجاوز 250 أو 300 دولار على الأقل، وعندما يصل المخزونات العالمية والاحتياطات العالمية تأخذ بالتناقص. الأزمة الأوكرانية استغلتها روسيا بطبيعة الحال من أجل أهداف داخلية، وأعتقد أن موضوع الاستثمارات وحديث بوتين عن تخصيص استثمارات أكبر هو حديث يعني أقله غير جاد في الفترة الحالية، نظرا لأن روسيا تعيش صعوبات اقتصادية كبيرة. نعم. والغرب ربما صادر أو حضر عليها استخدام نصف احتياطاتها النقدية، واليوم بحاجة إلى استثمارات في مناطق أكثر أهمية بالنسبة لها أعتقد. هذا على المستوى الاقتصادي والعقوبات بعد الأزمة. سيد سامر، وددت أن أبقى معك في نقطة مهمة بإيجاز لو سمحت، ماذا عن الجانب العسكري؟ هل أخافت الخطوة الروسية الدول المشاطئة للقطب الشمالي حتى تعلن فنلندا والسويد مؤخرا عن رغبتها الحقيقية في الانضمام لحلف الناتو بحلول هذا الصيف؟ عسكريا ماذا أضافت هذه الأزمة للموضوع؟ يعني أعتقد أن انضمام كل من السويد وفنلندا وابتعاد فنلندا بوجه التخصيص عن موضوع الحياد مرتبط بالأزمة الأوكرانية وإمكانية اجتياح روسيا لأماكن أخرى في القارة الأوروبية، علما بأني لا أرجح أن الجانب الروسي مقدم على عملية عسكرية أبعد من أوكرانيا، حتى لو الأمر يعني نتحدث عن دول البلطيق التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي لفترة طويلة أو جزءا من الإمبراطورية الروسية. أعتقد بأن الجانب الروسي ليس له مصلحة بعملية عسكرية أوسع من أوكرانيا، لكن المخاوف بشأن أوكرانيا جعلتها بين البلدين ينضمان، إضافة إلى النشاط العسكري المتزايد لمختلف الأطراف في القطب الشمالي. نحن أمام 8 دول محيطة بالقطب الشمالي تجتمع بشكل دوري، ولكن من الواضح أن هناك انقساما واضحا اليوم
بين روسيا وباقي الدول، وروسيا تسعى بالمناسبة إلى أن تكون الصين جزءاً مهماً من موضوع القطب الشمالي. وفي عام 2018 قال بوتين بأن الصين أيضاً جارة للقطب الشمالي، علماً أنها بعيدة آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة. نعم، كان قطباً جديداً ثنائياً وعالمياً يتشكل حول هذه المنطقة الاستراتيجية، مثل ما ذكرنا الغرب ببعديه الأطلسيين وموسكو ومعها بكين في الجهة المقابلة. ودت في هذه النقطة أن أسأل واستفسر من الدكتور يوري موسيكين، ماذا أضافت الأزمة الأوكرانية لهذه المسألة الشائكة من قبل في الحقيقة، في علاقة بموضوع العقوبات، في علاقة بالجانب العسكري أيضا؟ هل شوشت العقوبات على اهتمام الروسي اللافت بهذه المنطقة اقتصاديا وعسكريا؟ إن روسيا وكما كان سابقا الاتحاد السوفيتي يستخدمون الخط البحري عبر القطب الشمالي منذ أكثر من 90 سنة. وبالنسبة لروسيا فإن هذا الطريق البحري مهم جدا، لأنه يمر عبر أراضي ومساحات غنية بالموارد الطبيعية والموارد، نتكلم عن ما تم استكشافه وعن المناطق الساحلية التي لتلك المنطقة، ويجري الآن استخراج الغاز منها. هذا أولا. النقطة الثانية، إن كانت الأزمة الأوكرانية ترتبط بخطاب بوتين ولفت الانتباه لتلك المنطقة، فأقول نعم، هناك علاقة بينهما، وإن استخدام واستغلال هذه الطريق البحري كان قبل أزمة أوكرانيا. في القرن التاسع عشر الولايات المتحدة الأمريكية وضعت في خطة لتعزيز تواجدها في تلك المنطقة، وهذا يعود أو مرتبط لوجود معطيات مؤكدة بوجود موارد ضخمة وهائلة في تلك المنطقة، ومن يتحكم بتلك المنطقة هو الذي سوف يستخرج تلك الموارد. هذه من جهة، ومن جهة أخرى إن هذا الطريق البحري أقصر بكثير من آسيا إلى أوروبا، أقصر من الطريق من آسيا إلى أوروبا حول القارة الأفريقية أو قناة السويس. وكنا شهدنا كيف عندما جنحت سفينة في قناة السويس وعطلت حركة الملاحة البحرية. بالنسبة لضيفكم الذي قال أن روسيا أن هذا الطريق البحري عبر القطب الشمالي يمكن استخدامه فقط 4 أشهر، أريد أن أصحح معلوماته بأن لدى روسيا أسطول من الكاسحات الجليد النووية، وهي قادرة على اختراق طريق عبر الجليد لمدة طويلة، وبالتالي فإن روسيا قادر على تأمين خط الملاحة البحرية عبر القطب الشمالي على مدار السنة، ونحن مستعدون للتعاون في هذا المجال مع كل الأطراف والبلدان المعنية. إن هناك أمثلة على هذا التعاون، ولا داعي للقول أن فرنسا أو فنلندا أو النرويج يخشون من روسيا. نحن مستعدون للتعاون في استخراج تلك الموارد مع تلك البلدان، وإن روسيا تقترح استخدام الطريق البحري الشمالي عبر القطب الشمالي لكل البلدان من أجل اختصار الطرق، ويمكن فقط أن نتفق ونضع شروط على استخدام الطريق البحري الشمالي فقط للسفن العسكرية. أي أن القيود فقط ستكون تتعلق بالسفن العسكرية.
ويمكنها أن تمر من هناك وفقا لاتفاقات معينة، لكن الولايات المتحدة ترفض أن يتحقق ذلك وتستند إلى معاهدة. أصلا الولايات المتحدة لم تنضم إليها، وبالتالي ليست هناك أسس لرفض الولايات المتحدة. أن روسيا سوف تواصل بشكل حثيث تحقيق هذا المشروع. وبالنسبة للصين فإن هذا الطريق البحري أيضا مفيد ومهم جدا بالنسبة للصين، بحيث تستطيع أن تصدر منتجاتها إلى أوروبا عبر الطريق البحري. لكن الصين تعتبر أنها دولة مجاورة للقطب الشمالي، وهذا الشيء يطرح جدل ونقاش حول وضع الصين. وأن كنا سنسمح للصين باستخدام الطريق البحري الشمالي لتصدير منتجاتها إلى أوروبا، هذا سوف نحن مستعدون لمناقشة هذا كله. نعم، لابد أن نذهب إلى فاصل قصير. ضيوفنا الكرام مشاهدينا الأعزاء، نلتمس منكم البقاء معنا، نعود بعد قليل لنتقدم أكثر في نقاش الرابط لليلة. أهلا بالجميع من جديد. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع مسؤولين من حكومته لمناقشة التطورات في القطب الشمالي إن الدول غير الصديقة دمرت سلاسل الإمداد في إقليم القطب الشمالي، وإن بعض الدول لا تمتثل لالتزاماتها التعاقدية، وإن هذا يخلق مشكلة لروسيا، لافتا إلى أن عدم التعاون مع روسيا يثير أزمة طاقة حقيقية. التنافس على القطب الشمالي شكل سببا جديدا للخلافات ما بين روسيا وعدد من دول العالم على رأس الولايات المتحدة، حيث يسعى كل طرف إلى التأكيد على أحقيته في هذه الأراضي. فما محطات ذلك التنافس؟ تزايدت التوترات في منطقة القطب الشمالي بعد أن وسعت روسيا وجودها العسكري هناك، ووعد بوتين بداية 2021 بتشكيل قوة عسكرية في المنطقة إضافة إلى بناء 7 مطارات فيها. بعدها تولت الدعوات الأمريكية لعدم عسكرة القطب الشمالي، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن ذلك يعزز مخاطر حصول حوادث ويقوض الهدف المشترك المتمثل بمستقبل سلمي ومستدام للمنطقة. نهاية 2021 أعلنت روسيا عن إنشاء قاعدتين عسكريتين في جزر القطب الشمالي والأرخبيل والمناطق الساحلية النائية، ونشر وحدات دفاع صاروخي، وقالت إن ذلك سيحد من الأنشطة العسكرية العدوانية للدول الأجنبية. ومع بداية العام الجديد اشتد الصراع على هذه المنطقة بعد أن اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتعمد توسيع وجودها العسكري في القطب الشمالي، وصفت الأمر بأنه يتحدى الحقوق المشروعة لروسيا هناك. ووسط قلق متزايد مما وصفاه بالعدوان الروسي، أعلنت كندا والولايات المتحدة إجراء تدريبات عسكرية في القطب الشمالي، ولفتا إلى أن التدريبات تهدف لاختبار القدرة على الرد على كل من الطائرات وصواريخ كروز التي تهدد القارة. ومع تزايد السباق، تعهد حلف الناتو نهاية مارس الماضي بالرد على تحركات روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي وعدم السماح بما وصفه بالفراغ الأمني، قائلا إن طموحات الدولتين يجب أن يتم احتواؤها عبر تحديث القواعد والتدريبات هناك. أبدأ نقاش هذه المرة من واشنطن معك دكتور فيليب أورسوالد. وددت أن أسأل عن هذه العسكرة التي تبادر إليها واشنطن ويسعى إليها الناتو. تابعت الخطاب الروسي، بوتين يتحدث عن التنمية ومشاريع تنموية في القطب الشمالي، كذلك ضيفنا من موسكو يؤكد على هذه الجانب، في حين أن واشنطن والناتو وحلفائه يتحدثون عن منطقة عسكرية بمنطق ربما تنافس حقيقي وعسكري وحربي أكاد أقول. بداية
أود أن أوضح، وكما يعرف الضيوف والمشاهدون، يجب أن نذكر ونشدد على النقطة التالية، وأن حلف الناتو هو حلف دفاعي. فإذا كان هناك أي هجوم على أي عضو في الناتو، فكل الحلفاء سوف يجتمعون دفاعا عن هذا الحليف الذي تعرض للعدوان. وعندما نفكر في الناتو كمنظمة أو هيئة في القطب الشمالي أو أي منطقة أخرى، فإن حلف الناتو يعكس فقط المصالح السيادية للدول الأعضاء. الناتو بحد ذاته ليس لديه هوية مستقلة منفصلة عن هوية أعضائه، وبالتالي فإن حلف الناتو موجود حصرا من هذه الزاوية وتاريخيا من دون أي استثناء. الناتو كان دوما حلفا دفاعيا، وبالتالي فإن تاريخيا وعلى أرض الواقع وبموجب الاتفاقيات لا يمكن أن نقول أن حلف الناتو لديه مصالح تختلف عن مصالح أعضائه، ولا يمكن أن نقول أن الناتو هو أي شيء غير حلف دفاعي. كل دولة لديها حدود، أو كل دولة لديها تواجد في المياه الدولية، لديها مصلحة في الحفاظ على حرية التنقل من خلال هذه المياه الدولية. ولذلك الدول المختلفة لديها قوات بحرية، وهي تخرج إلى المياه الدولية خارج مياهها الإقليمية، وذلك حفاظا على حرية التجول والملاحة في المياه الدولية. وهذا من أساس المصالح التي هي محظوظة وهي مشاطئة على بعض هذه الممرات الدولية، وهذا ما يحدث في القطب الشمالي. فمن الطبيعي أن روسيا تقوي تواجدها العسكري في المنطقة، ولديها أيضا التزامات بشأن طريق الملاحة البحرية تحسبا لنمو تجاري، وتسعى إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية والنفطية في القطب الشمالي. كل هذه الأمور طبيعية، وأيضا من الطبيعي أن تكون دول مشاطئة أخرى للقطب الشمالي تقوم بالأمور نفسها. طبعا سوف يكون مؤسفا إذا ما تحول مستوى عسكر القطب الشمالي إلى مستويات غير طبيعية، وقد يؤدي ذلك إلى تقويض حرية الملاحة من قبل أي طرف. وطبعا الجميع يتفق مع الرئيس بوتين عندما يقول إنه لا نود أن يكون لدينا مؤامرات جيوسياسية تعرقل حرية التبادل والتنقل كان في القطب الشمالي أو أي منطقة أخرى. وطبعا هذه التصريحات في مكانها، ويجب كلنا أن ندعم الحفاظ على المصالح السيادية للدول، ويجب أن ندعم جميعنا دفاع الدول ذات السيادة التي تم الاعتداء عليها من دون استفزاز. ويجب كلنا أيضا أن نعمد إلى الحفاظ على حرية الملاحة لإنسيابية التنقل للموارد والبضائع. لدي تعليق أخير إن سمحتم، وهذا مهم لتحديد سياق نقاشنا، وهو أن ليس هناك أي دولة في تاريخ البشرية حققت ازدهارا وتمكنت من الحفاظ على جودة حياة مرتفعة لمواطنيها من خلال استخراج الموارد الطبيعية. فإن الدول التي تعتمد على استخراج الموارد الطبيعية لتحقيق ثرواتها، وبعد فترة وجيزة انتقالية حيث يمكن لهذه الدول أن تستفيد من موارد استخراج الموارد الطبيعية، تشهد تراجعا سريعا. وبالتالي فإن من غير المفيد لأي دولة أن يكون
تكون هدفها الأوحد في سياسة أمنها القومي وعلاقاتها الدولية أن تركز على تفوقها وسيطرتها على الموارد الطبيعية. شكرا. دعنا نتوقف هنا إن أمكن حتى نراوح، لأن الأسئلة كثيرة في الحقيقة ونسق البرنامج سريع. ألتمس من ضيوفنا الكرام الاختصار في المداخلات. أعود إليك يا أستاذ سامر لأسأل أيضا عن الصين، والصين لاعب مهم خاصة في التجارة العالمية. سلامة المعابر المائية مهددة بمنطق العسكرة هذا، سلاسل الإمداد والتوريد مهددة كذلك. هل ثمة سعي غربي لإقصاء الصين والتضييق على روسيا وجعل موسكو وبكين يقتربان ربما في الجهود العسكرية في هذه المنطقة؟ هذا الاحتمال وارد وممكن، لكن أنا أريد أن أشير إلى أن حجم التجارة عبر الممر الشمالي لا تتجاوز 1% من حجم التجارة مما يمر عبر قناة السويس على سبيل المثال. لذلك نحن لا نتحدث عن مؤشرات كبيرة للتجارة الصينية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا موضوع نقل هذه البضائع إلى شمال القارة الأوروبية، من المعلوم أن هذه المناطق هي مناطق صناعية بامتياز، السويد النرويج إضافة إلى الدنمارك إذا أردنا القول، فهي منافس للصين في عدد من الصناعات ولا تعتمد على الصين باستيراد مواد من الصين. لذلك حجم التجارة الصينية حتى الآن عبر هذا الممر هي حجوم صغيرة جدا مقارنة بقناة السويس. لكن بالنظر للمشروع الصيني الحزام والطريق، المشروع العملاق الاقتصادي، بكين تتحسب كثيرا وتقرأ حساب هذه المنطقة استراتيجيا. إذا وهذا ما كنت سوف أعرج عليه. الصين لديها مشروعات اقتصادية هي الحزام والطريق، وهناك أيضا تسعى روسيا للتشابك مع هذه المشاريع الصينية الحزام والطريق عبر الممر الشمالي بداية، عبر أيضا ممر مهم جدا هو ممر جنوب شمال، وهو الممر الذي يربط الهند ببحر البلطيق عبر الأراضي الروسية وأراضي إيران، أذربيجان، جورجيا وغيرها من الأماكن. الجانب الصيني لديه مشروع اقتصادي ربما مختلف تماما عن المشروع الصيني فيما يخص ربط القارات. روسيا تسعى إلى التشابك والربط مع هذا المشروع والدخول على خط هذا المشروع، ولكن حتى الآن الممر الشمالي لا يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لروسيا حسب ما أعتقد. نعم، ذكرت روسيا ولا بد أن نذهب إلى موسكو لنسأل دكتور موسكين من هناك حتى لا نلقي المسؤولية كاملة على الغرب، وهذا دأب أغلب المحللين الروس في الحقيقة. روسيا بادرت إلى العسكرة أيضا، بوتين قرر إنشاء قواعد عسكرية في جزر بالقطب الشمالي، كذلك مطارات عسكرية روسية 8 أو 7 في الحقيقة جديدة كلها في هذه المنطقة. الجهود العسكرية الروسية لا تخفى، والخطاب المعلن والرائج هو التنمية والتجارة وسلاسل التوريد وسلامة المعابر المائية. أليس هذا ازدواجية بينة في الخطاب الروسي الرسمي؟ Вы спрашиваете на предмет того, является ли подход России к освоению Арктики как политика двойных стандартов? Я должен сказать, что нет. Мы всегда عندكم تسألون سؤالا هل كانت هذه التصريحات والأفعال التي تقوم بها روسيا في منطقة القطب الشمالي هي سياسة ازدواجية المعايير؟ لا، أن كل ما يتم إنشاؤه هناك هو لتطوير تلك المنطقة، ونحن نرحب بكل البلدان التي مستعدة للتعاون معنا في تطوير تلك يعني القواعد العسكرية للتطوير، أن نشر القواعد العسكرية هي للحماية وليست للمواجهة مع أي طرف، أن حماية تلك الحقول والمنشآت. لقد تحدثتم اليوم في تقريركم أن بلينكين
لدى واشنطن مطامع في تلك المنطقة، ولكن الولايات المتحدة لغاية الآن لا تملك الظروف المواتية في تلك المنطقة لإملاء شروطها وفرض مطامعها، وبالتالي يجب إنشاء قاعدة بحرية وكتيبة في القطب الشمالي، بحيث يجب أولا أن ننظر أين روسيا وأين القطب الشمالي. أن عندما نتحدث عن مصالحنا التي تقع في أعماق البحر على حدودنا، فهذا نتحدث عن مصالحنا بشكل مباشر، لكن الدول التي تبعد آلاف الكيلومترات وتطالب بمصالح في تلك المنطقة فهذا غريب. نعم، هي مياه دولية، المياه الإقليمية محسومة بالقانون، لكن من حق الجميع الإبحار والتجارة في المياه الدولية والمعابر الدولية كذلك. على كل، دعني أسأل ضيفنا، أو قبل ذلك لابد أن أذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده لنتابع النقاش مع ضيوفنا. أهلا بالجميع مجددا. العلاقة بين الدول المطلة على القطب الشمالي ينظمها كيان رسمي غير إلزامي يعرف باسم مجلس القطب الشمالي، يضم في عضويته الولايات المتحدة وروسيا بشكل دائم، بينما تتمتع فيه الصين بصفة عضو مراقب. فما هو هذا المجلس؟ مجلس القطب الشمالي تم إنشاؤه في سبتمبر عام 1996 في العاصمة الكندية لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول القطب الشمالي بمشاركة نشطة من الشعوب الأصلية في القطب الشمالي وسكانه الآخرين بشأن قضايا القطب الشمالي المشتركة، لا سيما قضايا التنمية المستدامة وحماية البيئة هناك. ولتشمل اختصاصات المجلس الأمن العسكري، ولا يمتلك أي صلاحيات قانونية. يضم مجلس القطب الشمالي 8 دول أعضاء، وهي كندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد وروسيا والولايات المتحدة، فضلا عن منظمات تمثل السكان الأصليين في القطب الشمالي. كما يضم أيضا 14 دولة مراقبة من ضمنها الصين، وتتغير رئاسة المجلس بشكل دوري كل عامين، وتترأسه في الوقت الحالي روسيا. توثق مجموعات العمل التابعة لمجلس القطب الشمالي مشاكل وتحديات القطب الشمالي، مثل فقدان الجليد البحري وذوبان الأنهار الجليدية وزيادة الزئبق في سلاسل الغذاء وزيادة حموضة المحيطات التي تؤثر على النظام البيئي البحري بأكمله. في عام 2011 أبرمت الدول الأعضاء في المجلس اتفاقية البحث والإنقاذ في القطب الشمالي، وهي أول معاهدة ملزمة تم إبرامها تحت رعاية المجلس. إليك دكتور أورسوالد في واشنطن، وددت أن أسأل عن هذه الآلية، مجلس القطب الشمالي، لماذا لم يتم تطوير هذه الآلية التي هي منزوعة الصلاحيات القانونية والعسكرية، ولماذا الصين بعضو بصفة مراقب ليست عضو دائم كبقية الدول التي تطل على هذه المنطقة، عوض الحديث عن الاحتواء والجانب العسكري مثل ما يذكر حلف الناتو في مارس الماضي، لابد من احتواء الصين خاصة بالنظر أيضا للمخاطر البيئية التي تتهدد هذه المنطقة المهمة. تقييمك لأداء مجلس القطب الشمالي؟ مجلس القطب الشمالي تأسس في حقبة مختلفة، وآنذاك أثناء إنشائه كان ينظر إلى القطب الشمالي تماما كما ننظر إلى الفضاء اليوم، فكان ينظر إلى القطب الشمالي على أنها منطقة مشتركة ومساحة مشتركة تستخدم للبحوث وللاكتشافات العلمية، وكان ينظر إلى هذه المنطقة على أنها فيها مصالح دولية مشتركة، وبالتالي كان مناسبا لمجلس القطب الشمالي أن يشتمل فقط تلك الدول المشاطئة أو المطلة مباشرة على
هذه المنطقة، وطبعا من الطبيعي أن تكون للصين مصالح كدولة مجاورة، ولكن وضع مكانتها الجغرافية تختلف عن الدول الأعضاء. ويسرني أنكم ذكرتم مجلس القطب الشمالي، لأن هذا القطب يمكن أن يكون محفلا إيجابيا، خاصة لأن هذا المجلس ليس لديه أي أبعاد عسكرية. إذن أعتقد أنه رغم أن هناك اهتماما متزايدا في القيمة الاقتصادية للقطب الشمالي بسبب التغير المناخي، وهناك احتمالية إيجاد طرق ملاحة، وأمل أنه خاصة على ضوء تطورات أو التوترات الأخيرة دوليا، فإن الدول المشاطئة منها كندا والولايات المتحدة وكل الدول التي لديها مصلحة في الحفاظ على القطب الشمالي كمساحة دولية مفتوحة تعمل على ذلك، وسوف تستفيد من المجلس تحقيقا لهذا الهدف. وأعتقد أن هذا ممكن. نتوقف هنا. نعم، رغم تقطع إيصال الترجمة، الوقت يضغط في الحقيقة، لابد أن أخذ رأي ضيفينا الآخرين في الحقيقة عن مجلس القطب الشمالي. أذهب إلى موسكو لأسأل ضيفنا من هناك ثم أختم مع ضيفنا. دكتور يوري موسيكين، أريد أن أسأل عن مجلس القطب الشمالي، هذه الآلية هل يمكن تطويرها في ضوء المخاطر البيئية المناخية والعسكرية أيضا، وأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة؟ نعم، ونحن دوما نرحب بأي محاولات للتعاون الدولي والتي تهدف لحل كل المشكلات التي تواجه البشرية، بدءا من المشكلات البيئية وانتهاء بالقضايا العسكرية. وأود أن أشدد مرة أخرى بأن الاتحاد الروسي منفتح على التعاون، وهناك أمثلة كثيرة على هذا التعاون، لأن روسيا دوما كانت موجودة في هذه المنطقة، وهناك محطات كثيرة تسبح في وموجودة في هذه المنطقة وتجددها روسيا، وهي ترصد حالة الطقس وذوبان الجليد وكل العمليات المتعلقة بالبحر وبالقطب الشمالي. هناك الكثير من المشاكل، وأهمها التي يجب أن يتناولها مجلس القطب الشمالي هي عملية ذوبان الجليد، لأن هذه المسألة لها تبعات كثيرة، وروسيا مستعدة للتعاون بشكل جيد. تام نتوقف لاستخراج كل الموارد الموجودة هناك. نعم. أعتقد أن مجلس القطب الشمالي يجب أن يكون أداة للتعاون بين البلدان المعنية بتطوير. ونحن يجب أن نتوقف هنا لأفسح المجال أيضا لضيفنا من أرهوس في الدنمارك، أستاذ سامر، بدأت معك، أود أن أختم معك أيضا. آلية مجلس القطب الشمالي هذه، هل هي منظمة من الماضي ولابد من تأسيس منظمة جديدة تعنى بشؤون المنطقة أمنيا ومناخيا وعسكريا وسياسيا، أم أنه يمكن تطوير هذه الآلية وهذا الإطار برأيك في دقيقة واختصار؟ نعم، المأمول والمطلوب هو أن تتطور آلية عمل هذه المنظمة نظرا للتحديات المناخية التي تهدد دول هذه المنظمة، إضافة إلى جميع دول العالم. التغيرات المناخية هي فتحت المجال أمام تنافس كبير بين هذه الدول على اقتسام الثروات، ولكن في المقابل هناك أخطار مناخية وأخطار عسكرية أكبر بكثير من المصالح الآنية. هنا تذكر دونالد ترامب عندما عرض على الدنمارك شراء جرونلاند، وهي منطقة تعتبر من القطب الشمالي وتشاركها، نظرا لأن جميع الأطراف للأسف أو كثير من الأطراف ترغب بمصلحة مادية فقط لا غير من هذا الموضوع، بغض النظر عن الكوارث التي تنتظرنا في حال ذوبان شديد في القطب الشمالي أو عسكرته وتحوله إلى قواعد عسكرية تضرب روسيا أو تضرب الأماكن الأخرى في العالم. أتممت تماما في الوقت، لابد في الختام أن أشكر من مدينة أرهوس الدنماركية
الأستاذ سامر إلياس الكاتب والباحث السياسي. لابد أن أشكر أيضا من موسكو دكتور يوري موسيكين عميد كلية الاقتصاد في جامعة الصداقة الروسية، وكذلك لا يفوتني أن أشكر من واشنطن دكتور فيليب أورسوالد أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسون، وشكرا لكم جميعا. في ختام حلقة هذه الليلة من برنامج الرابط خلص النقاش وفق ضيوفنا إلى التالي: البعد الجغرافي السمح لروسيا بالوجود في القطب الشمالي بشكل واسع، ومن حق الدول المشاطئة للقطب الوجود فيه، ولكن هذا الوجود بمستويات غير طبيعية قد يخلق حالة من العسكرة تحد من حرية الملاحة وانسيابية تدفق السلع. أهمية القطب الشمالي الاقتصادية لا تقتصر على وجود احتياطيات النفط والغاز، فالممر الشمالي في طريقه ليكون ممرا مائيا مهما يربط روسيا والصين بأوروبا على المدى البعيد، لكن في الوقت الراهن فإن العوامل اللوجستية تعرقل هذا التحول. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.